فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: هناك من يثني على بلاد الكفار ويقول بأن فيها عدلا أكثر من بلاد المسلمين وأن الناس عندهم سواسية، يقول فما حكم مثل هذه الأقوال؟ هذا مثل الذين قال الله فيهم: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله من يلعن الله فلن تجد له نصيرا. نسأل الله العافية. اللي فضل الكفار على المسلمين، هذا الآية حاسمة فيه. نعم، المسلمون خير من الكفار مهما كان، المسلم خير من الكافر مهما كان. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.